فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حضر إلى المسجد فوجد طفلا في روضة المسجد فأقامه من مكانه وجلس فيه لقربه من الإمام، فهل هذا المكان للصلاة يكون مغصوبا فلا تصح صلاته؟ لا، ما هو مغصوب، المسجد ما فيه غصب، لكن هذا يكون يعني يكره الشيء هذا أنك تقيم أحد وتجلس في مكانه إلا إذا أذن لك السابق إلى المكان أحق به ولو كان صغيرا. إذا كنت تريد الفضيلة بكر يا أخي، أما تجي وتطرد اللي جالس تقول هذا صغير، هو صغير لكنه أحسن منك، بكر هو أحسن منك، بكر وتصح صلاته، فلا تطرده من مكانه إلا بإذنه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.